أكيد سلمى، العمل التطوعي له حصة كبيرة بسنواتنا الماضية في سوريا، وكان لهم عمل كتير كبير على الأرض. اليوم مستضيفين مبادرة شهيق زفير اللي انطلقت بمحافظة حلب مع بدء جائحة كورونا، لكن مستمرة بجهودها لكن بأنظمة يمكن وأنشطة مختلفة. اليوم عم تقدم الدعم النفسي والمعنوي في المراكز الصحية لكن بطريقة مختلفة وجديدة. نتعرف عليها أكثر معنا الأستاذ منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق زفير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير أستاذ منتصر. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب، تسلمي. أهلا وسهلا، تحية أكيد لأهلنا بحلب. أكيد. خلينا نبلش ونحكي، يعني شهيق زفير انطلقت مع بدء جائحة كورونا بسوريا، وأخذتوا جزء كبير من العمل التطوعي بمحافظة حلب. نحكي عن استمرار طبعا عملكم بما يخص دعم جائحة كورونا قبل ما نبلش بالنشاط الجديد. أول شيء بكل ثقة نحن نقول إن مبادرة شهيق زفير شاف عندها تقريبا 170 حالة من أصل تقريبا 200 حالة تقريبا. هذا الدليل إني الحمد لله الأمور بتحسن نوعا ما، ونحن مستمرين بالعمل التطوعي تبعنا نحن. تمام. أكيد بدنا نتمنى الصحة للجميع. خلينا نحكي، يمكن استضفناك سابقا حول مبادرة شهيق وزفير، خلينا نحكي عن الأنشطة الجديدة اللي عم تقوموا فيها بالعام الجديد. هي ضمن المراكز الصحية مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي لكن بطريقة مختلفة، يمكن فينا نقول جديدة، خلينا نحكي عنها أكثر. تمام. هلا هذا الشيء طبيعي، لأن نحن شقين صراحة عم نشتغل عليه نحن. أول شيء موضوع الدعم النفسي للمريض، ثاني شيء موضوع التعقيم، تعقيم البيوت، تعقيم المنازل. الدعم النفسي للمريض، بتعرفوا انتوا المريض هو بحاجه كيف يعني، بحاله عامه هو عنده فوبيا، عنده خوف. صحيح. مثلا صار معه كوفيد 19 او مرض كورونا مثلا، بخاف ان هو موضوع يتحسن او ما يصير منيح او ما يصير منيح. فنحن اشتغلنا على موضوع كثير مهم، هو اني العلاج بالموسيقى. يمكن في كثير ناس ممكن يستغربوا الموضوع اني علاج بالموسيقى، طب عالجوهم دوائيا؟ لا، في حالتين هو علاج دوائي بإضافة لموضوع الموسيقي. فالموسيقى اشتغلنا عليه نحن وتطورنا الموضوع، تقريبا حاولنا اشتغلنا بموضوع اربع مراكز. كان اول شيء بمستوصف، مستوصف صحي، بعدين بمراكز سنيه، لان بتعرفوا انت مركز السني المريض هو بحد ذاته عم يروح على مريض طبيب الاسنان، عنده خوف، عنده شيء يعني تحسي عنده من جواته شيء يعني مرعب نوعا ما. فالموسيقى بتهدي شوي من روعه، تخلي يشتغل على الموضوع على حاله نوعا ما. وانت بتعرفوا انتم في عنا احنا في عنا مهم شغلات مهمه، كانت اساسا كان العرب سابقا اشتغلوا بهذا الموضوع هذا. فارابي معروف، هو اول ما بلش هو بعلم الموسيقى والعلاج بالموسيقى، وعنده كتاب اسمه كتاب الموسيقى، كان له كثير دور كبير بالخصوص هذا نوعا ما. في كمان علماء عرب ارسال بقراط، عندك وابن سينا والى اخره. في معلم مهم بحلب، معلمين معلمين معلم بحلب، معلم بالشام، برمستان الاراغوني، برمستان الاراغوني مهم كثير، وبرمستان النوري كان يعالجوا عن طريق الموسيقى وخليل الماء. فهذا الموضوع ايام سابقه، فنحن حاولنا اشتق الموضوع. بس قديش قبلته الناس؟ تماما فينا نقول، لانه بتقول لك في كثير من الناس عم تشوفك وتتابع بتقول انه يعني قديش فينا نتقبل هيدا الشيء، والناس بتحس منا متحمله. فهيك يعني كان بطريقه مختلفه وجميله، والموسيقى بتهدي الاعصاب، بس قد ايه كان في تقبل الناس لهيدا الموضوع؟ هلا شوفي احكي لك شغله، بدول الجوار في عندك امثال، مثلا عندك تركيا، عندك ايران، عندك لبنان، في عنده هالموضوع، عنده هالخاصيه نوعا ما. فالناس اول شيء استغربوا، بس بعدين لقوها شغله حلوه وشغله كثير ايجابيه، يعني انت عم تقدمي شيء نوعا ما، في يعني شيء روحاني من جواتك عم تعطيه انت. فالمريض هو بحد ذاته يعني نوعا ما بتقبل هالقصه هي، وكان في كثير ناس نوعا ما ايجابيين بالخصوص هذا، والحمد لله يعني عملنا شيء حلو، بصمه حلوه كثير بالموضوع، مستمرين بموضوع نحن الدعم النفسي للمريض، لاني طبيعه الحال في شيء كثير مهم عندك يا مريض، عنده خوف، فنحن عم نحاول نعطيه طاقة إيجابية بالخصوص هذا. أكيد. يمكن كمان اللي بيتابع صفحة شهيق زفير على مواقع التواصل الاجتماعي تمام. بيشوف هاي الصور، بيشوف ردات الفعل تمام. يعني بتذكر بوست من البوستات كان نازل على الصفحة لسيدة فتوا لعندها على البيت، عقمتوا للبيت تماما، فكانت مستغربة أنه أنتوا إجيتوا وعقمتوا كل شيء ومجانا تماما، من دون أي شيء، وظلت تدعي لكم. وبتذكر أنه كتبتوا أنه ما في أحلى من هي الدعوة لما تمام. الواحد يفوت يشتغل لست كبيرة أو حتى لأي شخص بحاجة مساعدة تمام. هي الحالة النفسية هي دعم من جهتين لكم وللأشخاص اللي عم تدعموهم، أو الشخص الثاني المصاب نوعا ما.
هلا نحن اشتغلنا موضوع التعقيم هلا حاليا، التعقيم عقمنا تقريبا شيء بحدود 20 منزل 20 بيت، طبعا اجهزه متطوره، فريق كامل بكافه الادوات الموجوده عنده اياها، فكان موضوع كثير مهم كثير كان ايجابي نوعا ما. يعني مريض كورونا هو بحد ذاته في عنده خوف اني مثلا يطلع من بيته او الى اخره، فموضوع التعقيم عندك يا كثير شيء مهم وضروري، شيء مهم صراحه، لان التعقيم مو بس بيوتا، التعقيم باي محل نحن موجودين نحن فيه. كورونا صراحه لقلي الشغله، كورونا حتوقف بس شهي وزفير مستمره. هذا اللي بدي اقول لك، يا قديش فعلا يمكن اثركم الايجابي على الناس بخليكم تستمروا بالشغل، يعني لما تقول نحن مش موقفين، يعني انتم بلشتوا يمكن لانه في مثل ما قلنا جائحة اجتاحت مو فقط سوريا، العالم كله، ومع ذلك استمريتوا ضمن ظروف كمان صعبة صعبة، فيمكن نوعا ما إيجابية الناس تجاهكم أو ردات فعل الناس تجاهكم قديش بتعطيكم يمكن حافز لتكملوا لقدام. شوفي لقلي الشغلة، دعوة حدا الله يعطيك العافية والله يحميك والله يرزقكم، يعني هالكلام الحلو هذا الحلو دعم نفسي صراحة. يعني وقت حدا بقول لك مثلا ما قصرتوا معنا وأنتم كنتوا معنا واقفين معنا بكل شيء، هذا الشيء انا بعتبره انه وسام على صدري، يعني الحمد لله يا رب. فمستمرين نحن طبعا، شهير زفي ما مستمر على موضوع كورونا، مستمر في امور كثيره صحيح، بامور ايجابيه، بس خلينا نتكلم مفاجاه لقاءات ثانيه ان شاء الله. اكيد، يعني دائما الدعم المجتمعي هو اساس، ايد لحالها ما بتسقف، لازم ايدتين، انتم الايد الثانيه شبكنا نحن، يعني دائما في تشبيك بينكم وبين حتى الجهات الحكوميه، انتم عم تكونوا الايد اللي عم بتساعد وتدعم. خلينا نحكي عن هي المشاريع والتفاعل والنشاط المشترك بينكم دائما وبين الجهات الاخرى. هلا قال لي شغله، اي عمل اذا ما شبكتي فيه انت مع القطاع العام، القطاع الخاص او حتى جمعيات ثانيه من محافظات ثانيه، مبادرات ثانيه سواء بحمص او بحلب او بالشام، نحن شبكنا مع كثير من المبادرات، منها عقمها، من اكسجين، من يساعد، حتى في بحمص شبكنا معهم. القطاع العام كنا كثير متعاونين معهم نحن، وتعاونوا معنا لدرجه مرجع كمان. تحية للأمانة السورية اللي وقفت معنا بكثير مبادرات، بكثير قصص، وحتى الهلال الأحمر. فنحن بعملنا الإنساني، عملنا المجتمعي، إذا ما كنا واقفين مع بعضنا نحن وفريق واحد بعمل واحد أكيد ما حننجح. أكيد، ويمكن التشبيه يمكن عم نشوفه بالآونة الأخيرة شيء كثير مهم، يعني سابقا كنا شفنا كل مبادرة مع بداية العمل التطوعي في سوريا بتشتغل لحال، اليوم عم نشوف الموضوع مختلف، عدة مبادرات عم تشتغل مع بعضها، التشبيك عم يأثر، لما يكون في تشبيك مع جهة أخرى عم يأثمر لعمل آخر مجتمعي على أرض الواقع، فقد في فعلا له آثار مو فقط نفسية ومعنوية، كمان له آثار مهنية على أرض الواقع بشكل كثير كبير. تماما، يعني تصوري أنا أول ما جيت على الشام وقت امبارح اتصلت فيني حدا، بعت على الماسنجر، كنت مشغول، فاتصلت فيني تليفون، قالت لي مبادرة شهير وزفير تفضلي، قالت لي نحن حابين ناخذ أسواني بس أنا بحلب وأنا عندي قرايبين بالشام، فسمعت عنكم أنتم شهير وزفير عم تقدموا مساعدات، بقدموا أسوانات مجانا، توصيل مجانا، وتعقيم مجانا، وتحاليل مجانية، فأنا كيف بحسن متواصل؟ فأعطيتها رقم مبادرة بالشام عقمها، فتواصلت معهم، كان الأمور كانت محلولة. فهذا الموضوع التشبيك هذا بينك وبين حدا انت بتلاقيه موضوع كثير بيختصر وقت وبيساعدكم بشكل كثير كبير. تماما كثير مهم الموضوع صراحه. فيعني هذا الموضوع له دور كبير، فنحن شغالين هالقصه هي، يعني اكيد يعني كمان حتى بالشام بدون حدا بحلب اسواني او بده عمل انساني او بده عمل جراحي، فبتواصل اصلا معنا عن طريق السوشيال ميديا او الى اخره، فاكيد نحن جاهزين نساعد الناس كلهم. اكيد، ويمكن كمان كان لكم دور بالتوعيه، لانه الاشخاص اللي بيشتغلوا بدعم اي نوع من انواع الامراض فبيشوفوا الحالات، بيعيشوا معها تماماً بشكل ما او باخر، وبيعيشوا ألمها. كورونا يمكن اصعب شيء فيه انه الاشخاص قد ما قدموا بيضلوا واقفين قدام حاله احيانا من العجز، لانه ما بيعرفوا شو ممكن يعمل الفيروس، فبيكون في هي الحاله الصعبه انه شو ممكن اعمل، مو طالع بايدي اعمل شيء. فقد ايه كان في لكم دور كمان بالتوعيه للاشخاص لحتى يضلوا ملتزمين بالاجراءات قدر المستطاع لانه في كورونا؟ اكيد يعني. اكيد، هلا التوعيه ضروريه بصراحه، اذا ما كان عندنا واحد يعني وما عندك تباعد اجتماعي وما كان عندنا خلفيه على الموضوع هذا، اكيد بنوقع باخطاء كثيره. فكان ان احنا دور كبير بالموضوع، عملنا مبادرات كثير بمدارس خاصة أو مدارس بمناطق السكري والكلاسي، فكان عندنا شيء اسمه كمامة طفل، كمامة طفل كان كثير مهمة بصراحة، فعملناها نحن تقريبا مش أربع مدارس تبع معاد موافقات التربية وإلى آخره،
وقدمنا لهم نحن معقمات وقدمنا كمامات وقدمنا لهم اجهزه عشان موضوع قياس الحراره، بالاضافه لموضوع البرزنتيشن التوعيه. فكان معنا فريق طبي، كان معنا فريق المبادره كان موجود، فكان موضوع كثير مهم وله تاثير ايجابي على الكل بصراحه. فاي عمل انت بدك اياه تعمليه انت تكون عندك اسس معينه، فكنا اشتغلنا على القصه هي نحن، وكان فعلا كان موضوع كثير له دور ايجابي نوعا ما. ومستمرين يا رب نحن ان شاء الله مستمرين اكيد بنشاطات قادمه رح يكون الى صدى ان شاء الله على ارض الواقع، وتكونوا ضيوفنا ان شاء الله. بنتمنى لك التوفيق استاذ منتصر كياني، مؤسسه مبادره شهيق وزفير، نجاح تحيه لكل اعضاء الفريق اكيد. شكرا كثير. شهيق وزفير نبض سوري، نبض محلي وطني، له بصمه كثير حلوه، حابب يعمل شيء على الارض، ونحن ان شاء الله مستمرين يا رب. شكرا لكم. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك مره ثانيه، وتحيه لكل الفريق ولاهلنا بحلب. شكرا لوجودك معنا. شكرا، يعطيك الف عافيه.